السلام خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. انا كنتواجدوا في دار مويقنا طنجه بني ورياغيل. اخوان كاين هاد جوج ديور كيتباعوا مع بعضياتهم، كيمشيو مع بعضياتهم. مي عندنا جوج فرشادات، هذه المساحه ديالها 46 متر، وهي اخرى اللي مليهن المساحه ديالها 50 متر. هذه 50 متر، هذه 50 متر. صافي الجهه ديال دار مويقنا بني ورياغيل تقريبا الشارع. انا نصوركم هاد الاتجاه كيف الزنقه هي هادي، والدار هي هادي. عندها جوج ديال الواجهات لهنايا. متنساوش يسملو معنا الاشتراك، بارطاجيو باش كتوصلو دائما بالجديد الاخوان. هادي هامزه، عندها جوج ديال الواجهات. هذا مشروع نكره، اللي بغى يعمل دار نكره يكمل عليها ويعمل مشروع نكره. اخوان مشروع نكره هذا، صافي الدار عندها جوج فرشادات، هذه 50 متر وهي اخرى 46 متر. ها غادي نطلعوا دابا المنزل نشوفوا. نبداو بالدار اخرى، هي الاولانيه. نبداو بهذه، هادي باقا ما مكملها شي، يعني اللي شريها هو يكملها ويعمل في الصاله ديالو اللي بغى. اخوان كما كتشوفوا محافظه الارض الاخوان، الارض فقط محافظه شي بني، يعني الفلوس ديالها كاش. صافي وكيمشيو مع بعضياتهم، ميمكنش يتباع غير وحده، كيتباعوا جوج بهم مع بعضياتهم. هذه الاوليه قلنا هذه 46 متر. هذا بيت هو اللي العلو ديالو هو هذا. هذا اللي بغى يتواصل معنا على الرقم 06-00-19-06-90 لمن يهمه الامر. اخوان يعني اللي عنده الغرض يتصل بينا. اخوان هنا اللي بغى يستثمر يعمل مشروع نلكره، بقاو فلوس منزليني في بنك. اللهم الانسان يعمل مشروع اللي يستفيد منه، اللي دخل له مصروف فلوس في بنك ما عنده مين يزيدو، كيزيدو ديك جوج دراهم ديال الريبة يحرموا لك كلشي. اخوان هنا محافظة الارض، الارض ديالو محافظة. الزنقة هي هادي، ها الزنقة، ها الزنقة فين، الزنقة فين. دابا غادي نمشيو نشوفو الدار اخرى. هادي قلنا المساحة ديالها 46 متر، غنمشيو نشوفو الدار اخرى ديال 50 متر. واقفين هنا على الكادرات، يعني خصو فينيسيون تلبيس ناحية الفصالة لكل واحد اللي بغا يعمل. وقريبا جميع مرافق العمومية الاخوان دار مويقنا بني ورياغيل. تبعوا معايا في فيديو تان الاخر باش غادي نوريكم الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي. كملوا نرجعوا نفتحوا حدك. دابا غادي نشوفوا هذه الاخوان، هذه ديال 50 متر. ها هو الفرشاده هي هذه، الفرشاده هي هذه. صافي نشوفوا هذه دابا ديال 50 متر. ها هو مقسمين، كل وحده مقسمه، هذه مقسمه بوحده واخرى مقسمه بوحده. ندخلوا دابا لهذه، هذا هو الكراج ديالها. العلو ديالو عاليه تبارك الله. شو العلو ديالها قداش العلو؟ راه فيها شي 4 متر وزياده تما. هنطلعو دابا الفوق. طلعو هنايا، السلام عليكم. هادي هي الدوشة مصلوحة،
دوتشة مصلوحة. دابا نشوفو بيت اخر. كاين بيت هذا، هذا بيت مضوي. السلام عليكم. هذا بيت مضوي، ها هو. غادي نشوفو الصالة. هذه الصالة، جوج الصالة مفتوحين بعضياتهم. هذه الصالة اخرى اخوان. هذه الدار قلنا فيها 50 متر، وهي اخرى اللي باقا ما مكملاش فينيسيون، هذيك ديال 46 متر. بجوج بيهم حافظة الارض، وكيتباعوا بجوج بيهم الاخوان، باش نكونوا واضحين. ما كتباعش دار واحدة، كيتباعوا بجوج بيهم مع بعضياتهم. اللي بغى يعمل مشروع عند الكرا اخوان، اللي بغى يتواصل معنا على الرقم 06 00 19 06 96. العنوان ديال القناة هو عقارة طنجة الوسيط 2019. هاد القناة باقي كيفتحنا جديدة، ما تنساوش تسمعوا معنا الاشتراك الاخوان، راه كتكبر القناة غير بكم نتوما اخوان. ها الزنقة من هنايا، ها هي لاصقة في التجزئة، راه التجزئة فين هي. هادي الا بغيتو تزيدو تسقفو هادي وتكملو، راه يمكن لك تزيد طبقاي اخرى. كتشوف الجيران تبارك الله، يعني معلين هنا، يعني عندك حق تزيد تبني. وانا هي جات من موقع مزيون، موقع واعر بصح. هذا مشروع نكرة، اذا خلى لك الفلوس اي واحد كيحماق يفتش على الكرة هنا. علاش؟ تقريبا المرافق العموميه اخوان. والثمن ديالها، الثمن ديالها 115 ملايين، الثمن ديالها 115 ملايين، وقابلا للروبريس تبدل. اللي عنده شي دار باغي يبدلها يتصل بيا، ونلاقيه مول الدار وشوفوا يتفاهموا مع بعضياتهم اخوان. وكنشكركم على التعليقات ديالكم، ما تنساوش تسملونا الاشتراك الاخوان صافي. وكما قلت لكم، يعني الحاجه اللي كنتوصل بها جديده كنزلها في القناه ديالي، يعني ما عنديش شي حاجه منزله من غير هاد الفيديوز اللي كتشوفوا في القناه. في الاول كنت كنخدم بالفيسبوك، من بعد يعني فيسبوك ما كنقدرش نوضح للاخوان في حال اليوتيوب. اليوتيوب بصوت وصوره وكتشرح للانسان هذا، يعني كيفهم صافي اخوتي. ومن ناحيه ديال الثمن، بجوج بهم كيتباعوا الثمن اللي هو 115 ملايين. هاي الثمن 115 مليون، محافظه غير الارض. اللي بغى يتواصل معايا على الرقم 06 00 19 06 90 صافي الاخوان. انا بالعاني كنكرر هادي باش الاخوان يعني يكونوا واضحين، ماشي يتصلوا بيا ويقولوا لي عاوتاني نفس الاسئله، فهمتي؟ كاين الاخوان، هذا مشروع نلكرا. هاد اليومين كانوا معايا شي الناس من بلجيكا، كيفتشوا على شي دار بحال هيدا، وسبحان الله عاد توصلت به يعملوها مشروع نلكرا. الفلوس عندنا البنك منزلين، ما كنستافدوا منهم والو، وبغينا زعما نشريو شي دار نعملوها مشروع نلكرا، وسبحان الله يا ما كتبت شي هادي اللي عاد توصلت به. هادي مصلوحه الاخوان، وهادي ناقصة فينيسيون، يعني يمكن لك تزيد تبني. اللي بغى يكمل عليها هو يعمل كوستو الذوق ديالو اللي بغى. دابا غنخرجو على برا الاخوان، باش غادي نعمل لكم فيديو على الشارع اخوان. نكون فيديو على الشارع نكون فيديو نكون فيديو قريبا مرافق العموميه قريبا بزاف. هادي منطقة بني ورياغي لدار مويكنا، ايه بني ورياغي. ها الدار فين؟ الدار هي هادي صافي. كيمشيو مع بعضياتهم مجموعين، هادي قلنا 50 متر، وهي خرا دلين 46 متر، كيمشيو مجموعين مع بعضياتهم، محافظة الأرض صافي. وعندك كراج من هنا، عندك كراج من هنا. ها؟ لا لا عندك كراج من هنا صافي، قبل الروبريز اللي باغي يبدل نلاقيوه هنا مول الدار. توسطو الاخوان، مبنية على اليد، يعني السيد باني على اليد، مبنية على اليد من الراس نقع
كرسي هادي هذا الطهر ديال الدار، والزنقة هي هادي، هي جات لافقة التجزئة، هادي هي التجزئة، هادي هي التجزئة. دابا غنخرجو للشارع كبير اخوان باش نوضح لكم أكثر. هادي بنيو رياغيل، بنيو رياغيل دار مويكنا طنجة. الدار هي هادي كما قلنا، هادي يعني كيمشيو بجوج بيهم. هادي اللي على يدنا هاد اليسار فيها 60 متر، 60 متر ياخرا يعني ناقصة شوية. خرجوا الشارع الإخوان، هاد الزناقي كاملين كيصافي ولا بحال دابا ديك الزنقة راه هي فرقونيطة الزرقاء على اليمين كتصافي، وهادي عاوتاني كتصافي. نملكم جولة هنايا باش تعرفوا المكان بالضبط فين جا إخوان. والدار يعني انا مكلف بها، فهمت اللي بغى يتواصل معايا على الرقم، رقم التليفون ديالي اللي ذكرته لكم. واه دار مويكنا، هذا دار مويكنا، الرامبون ديال دار مويكنا، جامع دار مويكنا، هذا هاد الجهه بالضبط فين كاين دار مويكنا. هذه الجهه اللي كتهبط من بنديبان، تهبط من بنديبان طريق الرضا. غنعمل واحد الجوله هنا باش تعرفوا المكان بالضبط. هاد الزناقي كاملين كيصافيو، هاد الزناقي هادو، شتي هاد الزناقي هادو اللي عليك هاد اليمين كاملين كيصافيو من الدار. ها الرامبوان ديال دار مويكنا، شتي بحال هاد الزنقه هادي، هادي كتصافي الجهه اللي هان، الزنقه اخرى من اللي انت، هما هادو كاملين كيصافيو. وقريبا مرافق العموميه، كلشي كلشي موجود هنا، هانتوما كتشوف الخضره كلشي موجود هنا، مساجد، الطبيب، كلشي كلشي هانتوما كتشوف. خوان هاد الزناقي هادو كاملين كاملين كيصافيو، فهمتي هانتوما كاين الناس بزاف. دابا هاد الزنقه هاديك راه هي هاديك الزنقة، راه هي تا هي كتصفي هاديك الزنقة اللي دخلنا منها. دار مويكنا معروف، معروفة إخوان، هاديك مسجد النور. ها هو فين هو، هاديك مسجد النور، صافي دار مويكنا تقريبا كلشي. خرجوا الشارع بصح، وعندها الدخلة عاوتاني من هنايا، دخلة من هنايا، الزناقي كاملين كيصفيو. دابا هنايا مدينة الإخوان، مدينة هانتوما كتشوف، ها وي مدينة، مدينة رجعت هنا الإخوان. شي ما كاين الإخوان اللي عندو الدريمات في البنكة غي منزل ما كيستافدش منهم، يحاول الإخوان يستافد منهم، فهمت، حتى هو يعمل شي مشروع اللي غيدخل عليه، فهمتني، اللي دخل بحال دابا هاديك الدار هاديك راه دخل لك واحد 10000 درهم ومن فوق. تعرف كيفاش تفصلها، عندك 10000 درهم من فوق الداخل، شوف حسن ما تسنى البنكة تك ديك جوج دراهم بالريبة تخلط لك مع شتي لا عمارة هنا في بنيوريا غير. دار مويكنا صافي، رجعت الدنيا شي حاجة هنا. صافي الاخوان، ما تنساوش تعملوا معنا الاشتراك، بارطاجيو، توصلوا للجديد. السلام عليكم اخوتي.